غضب أهالي الحلة انصب على المسؤولين الحكوميين الذين يعمرون مناطق سكناهم في حين يتم إهمال بقية الأحياء السكنية والتي يسكنها عامة الناس وأصحاب الدخل المحدود. والله ما جاوا علي، اقول لك مي شرب ما جاوا، مي شرب يعني لحد الان ماكو اي مسؤول نهائيا ولا مسؤول ولا هذا بيت القيمقام زين امتار عنا بيت القيمقام هذه فوق ويانا كل هالمظاهره ليش هذا البزل هايس وجاي يصب علينا وعلى عوائلنا ليش شنو السبب كلها اهمال واضح احنا مو على البلد هذا قلول اهمال واضح من قبل المسؤول خلي يجي هنا اي والله هذا الزعم ثلاثة بالليل وبالثنتين بالليل قاعد هذا واحد من الناس من البارحة كله ما نايمين ولا شايفين الله كبير راحة اثنين ولد اخوت ابن اخوي انا غرق بالبزل واوجه كلام منا باسم هاي المنطقه الشريفه اقول للمدير بلديه الله ينتقم منك يا ظالم يا ابن الظالم ابن اخوي راح ابن اخوي راح غرق ورا ابن اخوي ابويا انجلط ومات ورا ابويا امي الثلاثه راحوا بسنه واحده ليش عمي طالبين بطلب حتى مي الاساله به مياه ثقيله يعني سممنا تدمرنا اليوم 25 سنة وأكثر هذا البزل موجود زين وماكو شارة بلغنا المحافظة بلغنا ما خلينا مكان ما بلغنا ونريد من الله ومن الشرفال بالمحافظة يطلعون يحلون قضية البزل عدم توفير المطالب ما هي إجراء اليوم الباطنة الباطنة ما حد الباطنة يذبون أبوار هنا إلا يشفلون البزل